النادي الاهلي امبارح عمان بالميراث البرازيلي، وايه سبب الهزيمه في رايك؟ والله يا فندم، هو يعني هم اللعيبه كتر خيرهم بصراحه، تمام، وهو الاداء كويس وزي الفل ومية، بس حاليا يعني ربنا يوفقهم ان شاء الله في الماتش السابق ان شاء الله. الشوط الاول ما كناش عارفين نمسك كوره، كنا مضغوطين طول الشوط بسبب اللعيبه اللي احنا مش موجوده عندنا. الشوط الثاني ما بدانا نمسك كوره بس الحظ ما كانش معانا قوي، بس كنا احسن في الشوط الثاني. اللعيبه طبعا اثرت بشكل كبير. طبعا الاداء طبعا كان كويس، مش وحش يعني بالنسبه للنادي الاهلي، والاهلي بما حاضر يعني عادي جدا، بس المشكله ان هو موسيماني برده ما كانش تفكيره جيد في الموضوع ده، لانه نزل السوليه، هو لسه اصلا نازل جاي من المنتخب وفي اجهاد، وحمدي فتحي نزل الاثنين برده وفي اجهاد في الاثنين يعني، فما طبعا ما ينفعش ننزلهم يعني كده في مباراه زي دي مثلا واحنا داخلين على نهائي كاس عالم. هو المشكله بس في ان التشكيله كانت غلط من الاول، المفروض كان يغير في التشكيل من الاول، واجهاد اللعيبه اللي راجع من المنتخب. بس هو كان سوء حظ، واللعيبه لعبت كويس وكان في تقسيم في اول شوط، بس اول جون ده برده هزهم شويه، وبرده يعني عدم وجود الشناوي فبرده عمل خلل كبير في حراسه المرمى. مش عارف، حسيت اللعيبه مهزوزه شويه يعني، قسموا كويس ولعبوا حلو قوي بس حسيتهم مهزوزين شويه، فالهزه دي هي اللي خلتهم يخسروا. لا ان شاء الله نكسب، هنبقى تالت نرجع بالبرونزيه.